السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي متتبعي شوف تي في مباشرة معكم من شارع بشعيب الدكالي، أقدم مكان مصلى، يعني المكان الشهير اللي كتقام فيه صلاة العيد. آخر استعدادات في اللحظات تجربة مكبرات الصوت وآخر زعما الرتوش الأخيرة للمكان اللي كتدار فيه صلاة العيد. جميع الأصدقاء تم إغلاق ديالهم استعدادا لمكان المصلى. يعني كيكون واحد المشهد جميل جدا ان شارع بشعيب الدكالي كله تعمر بالمصلين. يعني الشارع كامل يعني الربع فيه او النص فيه مكبرات الصوت. إسماعيل إسماعيل، مبروك العيد ومبروك العواشر علي. شكرا شكرا جزيلا من الجزائر، مبروك العيد. محمد سفيروي، شكرا الله يحفظك. شكرا إسماعيل إسماعيل، يعني حققتي الأمنية ديالك ومبروك العيد. مشاهدينا الكرام مباشرة معكم من مصلى بشارع بشعيب الدكالي منطقة درب السلطان. يعني هذا المكان اللي كيمتلأ بعدد كبير من المصلين. سبايون شكرا، مبروك عليك العيد باش ما تمنيتي ان شاء الله. يعني مصلى في هذه اللحظات جاهزة لاستقبال المصلين. العربي شكرا، مبروك العيد، عينا وعليك باش ما تمنيتي. يعني جميع الاتجاهات وجميع الأزقة مغلوقة بسبب المصلى. يعني اللحظات كيتم تجريب مكبرات الصوت. يعني الشباب مكلفين بمكبرات الصوت كتلاحظو راه هما. يعني مكبرات الصوت في الربع ديال الشارع ديال الشعب الدكالي يعني كيمتلئ عن اخره. مشاهدينا إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.